شوف ضارب وين الناس هاي طبعا كلها السفاره الايرانيه لك صفاء طبت عينه صفاء انا يا صفاء لك يم امدت يا معود اللي داول ما تجيك شنو الشضية بعد اخوك؟ وين ضربتها؟ اضرب هنا بالوريد وصفت عليه. ايه؟ بس البوبو ما بي شيء بس الوريد هذا. لا رحت المستشفى ما تمشي بس. ايش فيه؟ رحت المستشفى ما تنفدك. ما تنفدك. رخش ان شاء الله ما طول الخصم. انت وين؟ ايش تحكي عن شنو؟ الله يبارك فيك. صدق تحكي خدمة واحد ثاني يا علي. خلي تروح خلي ايدي رجلي. الله يبارك فيك. شي روح خلي يروح. بس تكون هاي الجو اي هاي الستاب كنت تطلع اي والله هذا طلق المطاط مال الستاب روحنا روحنا نضرب على هذا المطاط احنا خوتنا محمد ما نريد واحد يصرح لنا ورا التلفزيون ولا نريد واحد يصرح لنا ورا فيسبوك نريد واحد يصرح لنا في ساحه التحرير يجي يوقف وياي قاعد مليانه هاي الدعايات كافي ما اريد يا عمي انا سلمه يوقف هنا انا كل التعال انا سياسي انا سعيد محمد انا كذا سعيد انا ابن التيار انا ابن مليانه مليانه ده مو زين عليك ده لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر عليك والله عليك كل من طلع لنا بيان هالكبره ونحن الواقعين بها ده مو زين احنا ولد الخايبه